عسلامة. وكانكم حايلين شنو تفطروا صغاركم الصباح، نقترح عليكم لي ريسيت هذوما اللي يحبوهم الصغار. يلا توا نعمل البانكيك اللي هي الوجبة المفضلة في الصباح. نحتاجو 4 عظمات، 3 مغارف كبار سكر، باكو خميرة مرطبات، باكو سكر فانيليا، كيس ونص حليب، عليهم نص كيس ويل دو مايس. نخلطو بالميكسور بلونجون، اللي ما عندوش ميكسور ينجم يخلط باللي عنده. نزيدو 2 كيسان فارينة ونزيدو نخلطو. ناخذ بوالا وندهنوها بشوية زبدة، نصبو الخليط متاعنا، نصبو حسب الكبر متاع البانكيك اللي تحبوا عليه. ياسر ياسر بنين وشهي. نتعدو توا للبسكوي بالميه، اللي ما يعرفوش يتبعنا. ناخذو 250 غرام بات فويتي، نحطو فوقها 4 مغارف كبار سكر اسمر والا سكر ابيض. نلفوها بالطريقه هذه، نزيدو فوقها السكر الاسمر باش يعطيها كولور مزيان كي تطيب. ونقصوهم، لازم يكون شكلهم كيما هكا. وتوا نحطوهم في الفرن 15 دقيقة على 180 درجة. تنجمو تنوعو في البالمي متاعكم. توا باش نحط سبيكيلوس وإلا بيغ دو كاكاويت، وزدت رشيد فوقها سكر أسمر. الكوفي بينز بسكوي ياسر بنين وساهل. يلا تبعوني. تاخذوا اي نوع متاع قهوة اللي عندكم في الدار، تحلوها في شوية ماء، حطيت في بول 75 غرام زبدة، عليهم اصفر عظم، 7 مغارف كبار سكر محور، نص مغرفة صغيرة اكسترا دو فاني. نخلطو بالربو، حتى لين تولي بالتكستير هذية. من بعد نزيدو عليها القهوة اللي حليناها في الماء، و 180 غرام فرينة. نصفي والفرينة والكاكاو مع بعضهم. انا خذيت 2 مغارف كبار كاكاو، نخلطو حتى لين تولينا عجينة. العجينة نكعبروها كعابر صغيرونات، نحطوهم ساعة يبردو، نحطوهم في الفور 7 دقائق على 200 درجة. وصحة وبالشفاء. وتوا باش نعملو اكثر رسيت منفعة بنا، اللي هي كعابر التقلة. نحتاجو 200 غرام فلوكون دافوان، 10 كعبات دقلة، 3 مغارف كبار بيغ دو كاكاويت، 50 غرام بوفريوة وشوكولاتة، ورشة ملح.
بعد ما يترحاو مليح نزيدوا عليهم الشوكولاتة. نجم تحطوا أي نوع متاع فيكيا ولا شوكولاتة اللي عندكم في الدار. ناخذوا بانانا دي تعطي بنا الكعابر، ونزيدوها للخليط. نحطوهم يبردوا لمدة ساعتين وصحة وبالشفاء. إن شاء الله يكونوا عجبكم للرسيت، وما تنسوش باش تجربوهم، وكما العادة تبعثوا لي فيدباك متاعكم في الكومنتير. أما قبل كل شيء ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.